مساء الخير. مساء الخير، السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج قبل الفطور. رانا في النهايه تاعو تقريبا ان شاء الله تكون ان شاء الله تكون بدايه السنه، بداية النهاية أو نهاية البداية. البرنامج هذا يبث على قناة الشروق نيوز مباشرة، على إذاعة الشروق عبر الإنترنت وعلى صفحتي الرسمية. نرحب بمشاهدينا الكرام ونتمنى باش يقضوا معنا ساعة طيبة. زادونا عشر دقائق. اليوم نحاوها مقلق. قولي ولا. على العشر الأواخر. ما تدورش علينا، دعاء مستجاب. روحوا ان شاء الله الله يفتح عليكم. اقول لكم السلام عليكم، مرحبا بكم، نقول لكم ان شاء الله رمضان كريم، ان شاء الله كل واحد لقى نصيبه في هذا الشهر، خاصه 22. تفعلها اللي قلت لك بدايه، قلت لك رقم واحد. نعم 22 دوكا ايام المعدودات. الله. 22 بقات لنا يا 7 يا 8 ايام. تفوت بسرعه ما نحسولهاش يعني. ما السرعه فائقه. لا لا، هذه من رحمه الله انه يعطيك امل. علاش يقولوا ما انزلنا عليك القران لتشقى. بالعكس، عطيت لك صلاه لتستريح، عطيت لك عباده لتستريح. سبحان الله، هو خالق الكون. 22 رمضان. برك انا نقول لكم اسمح لي حميد قبل ما تذكرنا بواش صرا. راح نقول برك. قبل ما تقول انا حبيت نرحب بضيف لي معنا الفنان يزيد، اللي منذ سنوات اتخذ مسلك اخر مع الاطفال وحقق فيه نجاحات كبيره، وعمر هذاك الفراغ اللي كنا نعانيه منه في الاعلام في المجتمع تاعنا، الاهتمام بفئه الطفوله. اهلا وسهلا بك يزيد. الله يسلمك، سعيد جدا استاذ ليلى حميد. سعيد الله جدا. بصح اقول لك حاجه، انا فرحكم بصح فرحت له، هو صغير وردوا عمه. كاين شيء بخير؟ مانيش صغير بزاف. لا 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 لا، صغير صغير صغير. عمه ممتاز، كلمة تمنع الفم، كاين ناس بزاف يتمناوها. أنا نظن بلي الإنسان اللي يخدم في عالم الطفولة إنسان محظوظ. والله اللي يحبوه الأطفال يحبوه ربي. إذا الحمد لله الحمد لله. كي يسقسوني يقولوا لي كيفاش، واش رأيك، واش راك دير وكامل، نقول لهم حققت حلم. حلم. يعني تحلم أطفال الجزائر كاع يحبوك. أنا يعني نظن هذا حلم سبحان الله العظيم. أي واحد يتمناه. يعني وخاصة خويا حميد أنت تعمل في مجال الطفولة وكامل، يعني تقدر تحس هذا الإحساس هذا. حنا في جنة الأطفال. علاش يقولوا جنة الأطفال؟ حنا في جنة نحسد عليها. بالرغم من أنه يزيد راه يقوم بعمل كبير ومغطي يعني فراغ كبير في هذا المجال، إلا أن المجال لا يزال فارغ. خصب. فارغ وخصب. طبيعة لا تؤمن بالفراغ. عشر ملايين طفل متمدرس في الأطوار ما قبل الجامعة. اسمح لي، أنا كنت في المتجر لا هونغري هذا الخطاب بري نوفمبر. كنا تما قال لك، قلت له شحال فيها المساحة وشحال عدد سكانها؟ قال لي 7 ملايين وزيادة، كل السكان تاع المتجر. قلت له احنا 7 ملايين غير في الدخول المدرسي. الله غير صغار. الله اللي يدخلوا يقراوا. مليون ولادة في السنة. الجزائر يعني الله يبارك، يعني طاقة كبيرة. طاقة كبيرة لازم لها اهتمام أكبر. أيوة. ولازم لها تخصيص برامج واستراتيجية في حد ذاتها. ميزانية كبيرة. ميزانية عامة. وأفكار وكل شيء. كنا نتكلموا على مجال الطفل، أنا بدون تطفل نهضر على الخبرة تاعي الصغيرة دوك في مجال الطفل، شفت باللي يا أفر. كاين تدير الخدمه المجال الخصب. المجال الخصب. وزيد حاجه مهمه، انه احنا محتاجين المزيد من الاعمال اكيد، ولكن يعني المسؤوليه لازم تكون كبيره، لانك انت راك تعمل مع فئه صغيره، فئه اللي ماهيش مسؤوله على نفسها، انت مسؤول على كل شيء تمده لها. تخيل حميد، اذا كان هناك فوضى مثل ما هي موجوده الان في بعض البرامج اللا مسؤوله. بالضبط. الا انه هناك اختلاف. ما ياكلون كاميرا ما طاح. صح. سلامة. عد هذه الايروبيك يا وليدي باش تبقى خفيف. سلامة. لا انا نقول لك ماشي غير في البرامج، ما في اختيار الاشخاص اللي يديروا البرامج كما اللي ياكلون كما عندنا ما نقول. هذه هي نقول لك المسؤولية، لانه حتى الرسائل اللي تمدهم للطفل، الكلام اللي تتكلم معاه، المواضيع اللي تثيرهم معاه لازم تكون مختارة وتكون مع ناس مسؤولين. وناس مختصين في مجال الطفل. يعني تشوف بالمرات كاين برامج اللي في قنوات تشاهد وكامل، ولكن ما تنجحش. انا اعوذ بالله من كلمه انا، بزاف الناس
تقول لك بلي ما كانش برامج الأطفال، أنا نصحح هاد شيء، كاين برامج الأطفال موجودة. ما ناش نشوفوا فيها يا زيد. بالضبط. دوك السؤال هنا يجي في محله، علاش ما ناش نشوفوا فيها؟ دوك أنا عندي برنامج أطفال والمجال خصب كما قلتوا، كاين أكثر من 15 مليون طفل اللي يطالبوا بهذه البرامج هذه، وتشوف بلي برامج تاعك ما يمشيش، راجع نفسك. راجع نفسك. أنا نظن بلي الطفل الجزائري، أنا كل طفل عنده الخاصية نتاعو. أنا من الناس اللي كافحوا باش يكون البرنامج نتاعي مستوحى من الواقع الاجتماعي، لأنه بالمرات الطفل ولا حتى المشاهد البسيط لما يكون يشوف برنامج ما يحسش روحه بلي هو معني، ما يلقاش روحه فيه، ما يلقاش روحه، شغل الخيال يصابي يهرب. وثاني كاين حاجة أنا نقول كاين محاولات مشكورين عليها مهما كانت. نعم. أي واحد يخدم للطفل نبارك له، ولكن لقدنا وشفنا فيه نوع من كاين عفسة فيه، قال نأطروا بدكاترة بمختصين علم النفس كل... صحيح لبي بالشيشي كان يكتب الحديقة الساحرة مثلا اللي غنوا الأغاني للأطفال ونطم قاعد الناس علاش ما نديرش تكوين. هي كل ما يكون كاين إنتاج، كل ما تكون كاين منافسة، كل ما يظهر الأحسن الجودة تظهر. دانيال موديل وتكوينا هنا حميد، عندنا واحد الجزائري ولكن يسكن في كندا ويتصل فينا، ما لازمش نخلوها يستنى بزاف. روح له كندا لطيف. عبد اللطيف من كيبك من كندا. أهلا وسهلا بك. وهو وراه بالضبط عبد اللطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام عبد اللطيف. وش راكم لاباس؟ رمضان كريم خويا. الله يهنيكم. اصبركم والله غير بخير. شحال عندكم الساعه دركا؟ هذا وين نوت؟ لا راهك اكزاكتومون 21. شحال؟ 12 21 بيناتنا 5 سوايع تقريبا 3. بالمناسبه تحياتي للحكيم زلوم. حكيم زلوم الفنان القدير راهو في كندا، تحياتنا ليه. عبد اللطيف كيفاش تجوزوا رمضان؟ كيفاش الايام تاعكم؟ رانا 22 يوم. والله غير عاديين نورمال، شغل تروح الخدمه تنوض صحه تروح الخدمه العشيه تولي الدار تحضر. على كل حال انا ما رحت الجامعه، انا نصلي في الدار مع الاهل والولاد. ايوه وكان يروحوا الجامعه، كان يروحوا الجامعه على كل حال. كان تراويح كاين الاخر كل. كيفاش يكون التواصل بين الجاليه الجزائريه تما؟ كيفاش تلاقاو؟ كاين بلايص ما تقوليش تروحوا جون طالو؟ لا لا قطره في مونريال. انا في كيبك، انا ماشي في مونريال. مونريال اللي كان جون طالو في كيبك. وانا ربما نساله نقول له كيفاش يعني البنه تاع رمضان؟ هي اكيد ماشي كيما 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 الجزائر. حدا الجزائر في العالم ماشي كيف كيف، ماشي كيف كيف. حتى كيخصوا الوالدين بزاف، الوالدين والبيئة والجيران والقعدة والعادات والقعدة والعادات والتقاليد والقعدة تقعد في طرطوار كاس أتاي مع الجماعة أباك ما تلقاهاش في بلاصة واحدة أخرى. والله تتكى على حجر الوالدة وتلعب لك بشعرك. علاش راك تقلب عليه في المواد؟ أو يغير فيك عشان تجيبوا نهار العيد. حبيت تجيبوا نهار العيد والله. والو حنا شفنا الناس كيما نتوما ما يقدوش يكونوا بعاد، ما يقدوش يتواصلوا مع ناسهم مع الوطن العزيز هذا. حنا وليلى والدكتور حبينا نكونوا حنا واصله بينا وبيناتكم، ننقل لكم هذه الاجواء الرمضانيه ونديروا القعده هذه مع بعض يا رب العالمين. الله يعطيك الصحه. يعطيك الصحه على كل حال. وتحيات للشيخ فارس. الله يسلمك محبوب ويزيد اللي معكم. الله يخليك. لا تنورك على زيد عندك تبا يا زيد دوك بيعو. على كل حال هذه المره راح نعاود ندير عمو يزيد شو، لانه عمو يزيد شو حفل الاطفال كان اول مره خارج الوطن كان في مونريال، وهذا العام ثاني كثر الطلب على الحفلات هذه لانه يحبوا ولادهم يتعلموا العربيه ويتقربوا من باش هيك التواصل. انا خدمت معاهم ضد سبيكتاكل عندهم. نعم تفضل. وي نسمعك. ينودي على القسره واحد التواصل يحبوا يتواصلوا ويقول لها خزر فيا. قلت له ارواح؟ قال لي انا. قلت له ايه ارواح. وبعد سخسيته قال لي جو بو ريبوندغ نقدر نجاوب يا يما. قلت له تجي حتى وبعد تاع العام شنو بلا ما تقول له ارواح يطلع تدري تقول يا اخي من واحد الله ينور. لا قبل ما تهضر دور راه يدسمهم كاع. انا في لاسين درك وليت على بالك نطلع
نسيبهم كاع دايرين مليح وتلموا تحبوهم وتحشم تتعامل معاهم كامل. خليهم هذا دليل على انهم يحبوك ويحبونك. بالضبط شي مفروغ منه هذا. عبد اللطيف دعوه الخير من كندا، احنا ندعو لك من الجزائر. الله يهنيك ان شاء الله. عبد اللطيف الاستاذ جبي تعطي له هديه الاستاذ جبي ان شاء الله باش يجي الحفله. وين يجي؟ لكندا. عطينا ثقافة عامة، عطينا سؤال سهل ماشي تاع تكون شي بلاصه. سؤال سهل ما ما صعب لك كاع. شباب بزاف تحب ايا شوف هذه الصور، شوف هذه الصور عبد اللطيف يلا فرحني. هذه اللقطات الجميلة عشناها وكنا نعيشها دائما ومازال نعيشها ان شاء الله. هاد الفنانين هادو ثلاثة تقدر تعطيني اسمهم؟ كاين كاين حامي هذاك لاوي الحبيست افون سي مصطفى. مصطفى لاوي لعب ارجله. اي والله باسكو كنت عندي واحد دقيقه ولا زوج ديكالاج 10 دقائق برك. وعندك هما معروفين معروفين ثلاثه من وهران. مصطفى حازم بلا حدود وحميد بلا حدود. حميد تحياتي لك. سلم لي على الجزائريين وكل الجالية العربية في كندا، نقول لكم رمضان كريم ان شاء الله نتلاقاو معك في العيد. الى ما جيتش يا زيد يجيب لك التليفون تاعي الاستاذ جوي. الاستاذ جوي بارك جون دراب فوالا على سخسيسي امانه. انا بعطيك التصويره. يلا مع السلامه وربي يحفظك. شكرا على الاتصال. الله يسلمك اخو حميد وتبارك الله فيك اخت ليلى وشيخ فارس وخويا زيد. الله يحفظكم. يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه وسلامنا لكل الجاليه الجزائريه في كندا ونتمنى لكم رمضان كريم عيد مبارك ان شاء الله. الى ما تلاقيناش وصحه فطوركم. صحه فطوركم بارك الله فيكم. شكرا اخت ليلى. حبيت نتكلم على نقطه الجاليه الجزائريه وفي المهجر منذ انطلاق هذه القنوات الخاصة وكامل على الساتيليت وفي الانترنت وفي الاي بي وكامل عبالك رحمة كبيرة بكري. انا كنت نروح رحت في 98 2001 ما كان والو، ما عندهم حتى وسيلة اتصال، حتى وسيلة حتى هذاك الوقت كانت كانت التلفزيون العمومي فقط وما كانش سور انترنت يعني ما يبدش وليميسيون يديروها شهرين من بعد دونك ما كانش ما عندهمش كانوا الجرائد برك. حتى مواقع التواصل الاجتماعي غيرت الصورة وغيرت يعني المعطيات كانت وسيلة التواصل ووسيلة يترابط مع المجتمع. لاباس دوكا مي شوفوا غريب وزيد كاين لو فول ديريكت هذاك زاد نقص وفي الصيف كل يوم حميد. شوفنا واش وقع في مثل هذا اليوم باش نروحوا للموضوع. زعما هذاك اللي نجيب هذاك خلي تخيرت لي هذه الليله هذه يا يما قلت لنا شوفنا واش وقع بهذا الموضوع يا بنتي ان شاء الله ربي يرضى عليك. امين امين. 22 لرمضان بقى انا نبدا بمدام الموضوع تاعنا راح نتكلموا عليه. نبدا بحديث برسول صلى الله عليه وسلم لما خاطب قريش قال يا معشر قريش ماذا تظن اني فاعل بكم؟ نعم. قالوا اخ كريم ابن اخ كريم. فقال اذهبوا انتم الطلقاء. نعم. ينتقم منهم النبي في هذا اليوم العظيم هذا الايام الجميله هذه نتعلموا. اذا ما تعلمناش من سيد الخلق ما على باليش من عند من نتعلموا. اذا كان حنايا امه محمد نتمنوا يشفع فينا وما ناخذوش بالوصايا تاعو. يفهم يروحوا كشمال واحد يصوفي روحو. 22 رمضان اول حاجه في واحد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم بدا يبعث السرايا مجموعات صح للقبائل وكل كل يعني سريه كان على راسها عظيم صح اللي هم الصحابه. كانت سريه البحر على راسها حمزه بن عبد المطلب رضي الله ثم الله. عندك سريه راجع عبيده بن الحارث وبعد نعم وسرية الخرار هي لسعد بن أبي الوقاص. وهذه السرايا تذهب لنشر الدعوة أو للمآرب الإسلامية وكنا بعد نعرفه في الفتوحات تهديم الأسلام. كذلك في 22 رمضان وقوع غزوة الطائف وكان على الغزوة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم جهز لها تقريبا 1200 صحابي يعني مقاتل من أجل محاربة ابن قبيلة بني قتيف اللي كانت موجودة في الطائف.
الحدث الأخير اللي تكلم عليه 22 رمضان 705 هي وصول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وصوله إلى القاهرة بعد ما كان يعاني في الشام كامل، راح للقاهرة برك بين قوسين نفتح قوسين. الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام يقول باللي إذا كان في رمضان وفي ليلة من ليالي الوتر كما احنا غدوة إن شاء الله 23 وتزامنت مع خميس وجمعة، يعني الليلة هذيك تكون الخميس وداخلة للجمعة، ممكن تكون ليلة القدر، هي تكون بإذن الله ليلة القدر تحرى، ممكن ولكن ممكن ما قالش أكيد اجتهاد هذا شيخ الإسلام هذا البيلي تعالى، ولكن له لم يقول أكيد قال ممكن، ولكن قال عطاء إفصاف من بينها في حالة ما تزامنت ليلة الوتر كما اليوم خميس وجمعة في الليلة تكون ليلة القدر إن شاء الله يا ربي. اليوم إن الله عفو كريم يحب العفو يعفو عنا، استغلوها الليلة هادية نعم. إن شاء الله نكون من العتقاء. حبيب أنت تكلمت عن العفو والموضوع تاعنا عنده علاقة مباشرة بهذا الموضوع صح. بالعفو وبالتسامح، هذا الموضوع إذا كان موجود في نعم. المجتمع تنزل السكينة صح. والرحمة والطمأنينة والتعايش السلمي بين نعم. الأفراد في نعم. المجتمع صح. إذا ما كانش موجود راح تكون عنده نتائج سلبية وخيمة سواء على الفرد على المجتمع على الصحة تاعو على النفسية على كل شيء، ولما نقول لك صحية أثبت ذلك علميا. راح نتكلم على هذا الموضوع بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. حميد ربما قبل ما نتعمقوا في هذا الموضوع نفرحوا بالناجحين الأبناء تاعنا الناجحين في شهادة تعليم ابتدائي. أنا تقطع فرح قلت لك خيرت ليلة القدر هذيك إن شاء الله منا تبدأ السعادة تاعك. نفرحوا بالزيام ريزيطة خرجوا نفرحوا بهم بزاف نستناو تاع الكاتر هماني ونستناو تاع الباقر إن شاء الله يربي. إن شاء الله اليوم العام هذا عام فرحة برك والإنسان اللي بربح صافي بعد لا فان دي موند عرب اللي كاين توجه واحد اخر ربي وكاتب لك، لكن نسبه كبيره جدا ربحت ربحوا كاع ربحوا كامل ما يلوم منا الا نفسه. وثاني هكذا نقولوا ما تزعفش كل ميسر لما قوله مازالهم صغار اذا ما نجحش سحب سي زيان نتكلم لك انا نتكلم على كل الناس نتكلم لا خلينا اليوم بس سي زيان خلينا نفرحوا بسي زيان اصحاب سي زيان مبروك عليكم صح ما شفنا والو الغازوز الله يفرحكم. انا عندي قيدوم ساره ساكي عمالي جاب سي زيان قيدوم ساره الله يبارك الله يبارك زغنيه دارها يزيد باش يهنئ بها الفائزين يزيد ما تخليش عمو شوفوها ماشي عمو ماشي الشاب انا منحبش الشاب لا منحب الشاب هذاك الشاب كاع منحبهاش باسكو مبروك النجاح خلينا نسمعوا خلينا نسمعوا سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا اللي يتعب فينا مبروك النجاح عليكم واه يا شاطرين بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال سهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب فينا بذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب فينا هكذا واللي عندك قيمة تبني مستقبل حياة مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخارة بلادك وتكون مفخارة بلادك هكذا تولي عندك قيمة تبني مستقبل حياتك تبني مستقبل حياتك ونشوفك ديما في القمة وتكون مفخارة بلادك وتكون مفخارة بلادك ابذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي وفقكم ربي ونجحتوا يا كل يتعب فينا لبذلتوا مجهود وتعبتوا وسهرتوا ليالي طوال وسهرتوا ليالي طوال. اغنية جميلة جدا يزيد هيك ما كانت تفق زياب سي زياب
والله سعيدة جي كل عندها واحد من ولادها كانوا فرحانين بزاف فرح دراري وهذا صور حصرية صور حصرية من ستيف مازال صور جميلة جمهور كبير كان ملتف بك وحاجة مليحة دكتور شوفوا أنه فنان يغني للأطفال وإحنا هذه مش موجودة للأسف والله شوفي الطفل في بلادنا لم نستثمر فيه الاستثمار الذي يجب أن يكون نحن ننسى بأن هنالك جيل يأتي بعدنا فنظن بأننا نحن الجيل الأول والأخير وهذا خطأ فادح وفاضح في أمة لم تعرف قدر الطفل بعد الأمم الأخرى سنت قوانين من أجل أن ترعى الطفل منذ ولادته ونحن نعلم بأن هذا موجود عندنا في ديننا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يعطي للطفل الرضيع حقه من الحليب من بيت مال المسلمين وبالتالي الرعاية تبدأ من الرضاعة يعني تخيلوا بأن الكثير من الأطفال يعيشون بدون أم بدون أب من لهؤلاء؟ هؤلاء إذا لم نقم برعايتهم ودرنا حصة خاصة بكفالة اليتيم إذا لم نكن إلى جنبهم سينمون أعداء للمجتمع ومن بعد كي يولي لك عدو المجتمع روح أنت حل المشكلة لذلك أنا أرى بأن الإشكالية تكمن في أنه ليس لدينا مجلس أعلى للطفل فيه قمة وخيرة الخبراء والعلماء للتخطيط يخططون يضعون استراتيجية هم يبرمجون أبناءنا وليس الآخر يأتي ليبرمج أبناءنا وأنتم تفهمون جيدا ماذا أقصد نريد برامج نابعة منا من عقيدتنا من ديننا من عاداتنا من تقاليدنا احنا نكتب لهم الكتب ونحن من نكتب كتب ابنائنا والذين يكتبون كتب ابنائنا لابد ان يكونوا امناء والا يكونوا خونه للامانه وبالاضافه للكتب نتكلموا على البرامج التلفزيونيه نعم البرامج نعم التربويه البرامج الطيف وهذا كله علم قائم ذاته استاذ طرحت نقطه مهمه درك يعطيك الصحه انا كنت دائما نتكلم ونقول بلي من المفروض ان البرامج الاجنبيه وكما بدون خلفيه تكون تكميليه لبرامجنا اللي مستوحات من الواقع الاجتماعي يعني كالافلام كالادب يعني استخدام الكرتون الادب العالمي كما نشوفوا لي فيلم باكسوف تاع فيها رسائل حميد سايرها كل الفاكهه اللي يجيبها لك الانسان اختر اجود بالضبط اختر بالضبط الاجود بالضبط اما الراشي هذاك خويا لا اريده انا هم ولا تكره عندهم ديزاني فاما الزبد يا حمي علاش من احلام ذكا هادو اللي عندهم المال ما يستثمرش في الرسوم المتحركه تاعنا قصصنا او عربيه معليش ولكن تحافظ على الدين وعلى العادات والتقاليد والقيم والقيم نتكلم عن المسؤوليه الاجتماعيه بالضبط. قبل ايام المسؤوليه الاجتماعيه ليست قفه رمضان المسؤولية الاجتماعية أبعد بكثير من ذلك هي رؤية هي أستاذ الناس بنت جامعات بأموال بالتبرعات رجال أعمال لما يوصل القمة يضع بصمة له في مجتمعه يبني مدرسة يبني جامعة يبني مستشفى يبني مركز لرعاية الطفل ما أحواجنا ما ناس كبير مدينة وانتي يعني للعائلات شوف ليس الناس تظن باللي الدين تاعنا هو دين كاري اسمع لي حميد هذه العبارة لازم نفهموها ديننا عمره ما كان دين مربع ما تخرج على هذا دين تشنف دين قباحة أبدا ديننا هو من رعى الطفل هو اللي ذكرنا وإحنا كبار بأننا في يوم من الأيام كنا رضعا ووصينا الإنسان بوالديه جات ماشي مرة برك وصينا الإنسان بوالديه حسنا وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن معناه أن هذا الطفل يرعى منذ أن يكون صغيرا تربية ورعاية وأمور مادية وأمور نفسية وأمور سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا حتى أن نعنف الأطفال احنا يعني أنا أتكلم عني أنا عن تجربتي هل أنا يعني مستقيم استقامة كبيرة جدا مع أبنائي والله غير مقصرون جميعا انا مقصر والله غير مقصرون انا احاول ولكن مقصر لكن نجتهد حميد نتعلم والمبادره تاع الاستاذ يزيد ومن كان على شاكله الاستاذ هؤلاء يمكن ان تستامنهم على ابنائنا اما اولئك الذين يريدون تغريبنا نحن لا نرضى بالتغريب ولكن دكتور التغريب يكون لما يكون هناك فراغ نعم الطبيعة لا تؤمن بالفراغ عندك كلمه صواب قلتيها لا تحمل فراغ انتم يا من لديكم علم ويا من لديكم هذا التخصص كي تتخبوا وتبقوا تنتقدوا
من الذي سينفع؟ سيأتي الآخر ويأخذ مكانكم. لذلك احنا شوف احنا تعرف اش قاعدين بالجمال وبالفليشه اللي بوجي نعطي واحد خلاص بصح جامي جينا احنا خدمنا اللي الديره يقول لك شنو هذه مقارنه تقارن لي يزيد مثلا تقارن لي كيما استراليا لا في بوكرون الفيلم اللي حكى عليهم بعد علاش مقارنه بمن بوليود قارني بما قدمت انت بما اقدم على 16 ساعه وهي تبرمج كيف يمكنها ان تجعل العقل عقل الطفل ليس عقلا جزائريا نعم. انما عقل عقل غريب عن الجزائر نحن لا نقبل ولا نرضى أن يكون أبناؤنا غرباء عن بلدهم. خليني نروح لحاجة واحدة أخرى. لازم الطفل ثاني يلعب. إحنا الجانب التربوي تكلمنا عليه. سيبو. تفهمين أننا لازم نربي نجم. بصح لازم نلعب ثاني. حميد دوكا في عمره 30 عام راه يلعب. يلعب. ما يلعبش كي كان. هذا ولدي كلوشا شيخ. هذا ولدي كلوشا. هذا عمل ديفار حشيني جوي. اللي يعجبوه هو يجيبوا من الدراري. حميد حميد لذلك. كاين نقطة سمحوا لي كاين نقطة كذلك الأولياء بالمرات يكثروا على أولادهم. اقرا كاين اللي يقرا بثلاثة العشية يقرا الجمعة يقرا السبت ما عندوش الوقت يلعب كما قلت لازم يعرفوا كيفاش يديروا برنامج يقسم هذاك الوقت يعني حتى الدروس الخصوصية كنا في ولادنا تحت جنة احنا طرقنا لها قلنا لهم يا ناس ما ديروش دروس خصوصية لولادكم عام كامل نعم كاين الناس اللي عام كامل يقريوهم لذلك يزيد احنا 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 نباركوا ونشجعوا شي راك تقوم به وان شاء الله ماذا بينا نشجعوا باش تكون هناك مبادرات اخرى خلينا نرجعوا للموضوع تاعنا اللي راح نتكلموا فيه وهو التسامح ما هذه تدخل فيها التسامح مع من نختلف معه في الراي صح. التسامح في المجتمع مع الاقارب مع الاهل لكي يكون هناك تعايش سلمي في المجتمع خلينا نشوفوا هذا الغوبورتاج يزيد على بالي عندك واش تتكلم في الموضوع نعاود نرجع يقال ان المسامح كريم في استطلاعات الراي لنهار اليوم راحين نشوفوا حول ما اذا كان الجزائري معروف بثقافه التسامح في المجتمع وفيما بيناتهم ابقوا معنا ما كانش بلاد اللي فيها التسامح في الجزائر في العالم كما الجزائر التسامح البلاد كامل لازم يسمح له ماشي واحد برك مي سينو جزائريين عندهم الرحمه عندهم الكرامه عندهم في كلش عندهم تسامح الانسان لازم يسامح في الدنيا يا اخو مسامح كريم ماغري يكون انسان ماغري يكون انسان ما يتفهمش مع انسان مي لازم يكون قلبنا حنين مع الناس يا اخو فاهم كيفاش على هذيك لازم الانسان لازم يسامح في عقله يعني حتى لو كان يدنا لك الحق بيان سور لازم تسامح يا اخو قمه تسامح هذا ما يسامح هذا هذا ما يسامح تولي كارثه يا اخو الانسان لازم يسامح في الدنيا يا اخي احنا في الواقع انا نشوفوا يعني المحاكم معمره يعني الناس ولات ما تراح على جال عفسه صغيره ما على باليش على جال الورط على جال ما على باليش انا على جال حاجه صغيره تولي حاجه كبيره من بعد العائله قاعد تفردق فاهم كيفاش الانسان لازم يسامح من حقه حاجه كبيره كبيره وين يقيسك فيها من شرف ولا امبوسيبل ياك من الحاجة هذا التسامح هكذا نورمال نورمال وانا نروح له ماشي مالغري هو صغير انا نروح له ماشي هو الانسان يعني يبادر الا كان بينه وبين خوه مظلمه بينه وبين خوه دين بينه وبين الا كانت الا كان بينه وبين خوه مشا تشاحن الانسان يقدر يبادر ماشي يقدر باسكو هذا شهر ربي يعتق فيه الناس من النار راك معايا تبدل شويه شي كيما زمان زمان جاب لي ربي شويه كان القدر والتسامح اكثر من دوكا في رايك علاش الان يعني المواطن ولا ما يسمعش لا جينيراسيون هذه جديده هذه هي اللي راهي جاب لي ربي ما رفضوش على لي زونسيان الحمد لله بول مو انا نشوف فيهم رمضان واش كاين كاين شويه هكذا وشويه هكذا بصح هذه وين تروح كل عالم كان هاد المشاكل تاع الناس والتسامح يكون انسان حاجه دوريان دوتو يطير وكذا وكذا كيفاش واحد ما يسمح من الاخر ونهار كي تكون باغ اكزوم حمله ولا جو سي با كيما صرات في باب الواد هكذاك كامل يتعاونوا ما تفهم والو يسون جونتين حيت فيستا يعطيها لك مي دي فوا ما تفهمش كاع تقول سي با فري انا واحد نكون في الطوموبيل دي فوا واحد ما تحبس من با دو سكوند هكذا يطير بدا يرفد في يدي يا خويا الله يجعل الخير وخلاص واش حاب ياخذ ايه هي دوك الواحد يسمح من حقه انا غير كي قالوا البارح كروشيت مع وليد حومتي خطب عليا وخليته يهضر والله غير ما درت والو في السهره اش عندنا قويبو صحت له الدمع قتلته ما قدرتش نريكلامي معاه خاطرش على بالي واش كاين وبدي تكاكا مع روحه ويجي الانسان يسمح هذه هي الدنيا لازم تسمح باسكو
ما ربي يسخر لك عباد واحد اخرين تزيد تغلط معاهم وما يسامحوك. لما يشوفوا فيا نقول لهم مسامح كريم وهدي سامح خو، ما يقول لك ربي المسلم اخو المسلم يا ما نشغل ما نشغل بني عداس ولا جزائريون كاع كيف كيف يا شعب كاع شعب كاع واحد يا اخو مسامح كريم يا الله يبارك. اولا رب العزه تبارك وتعالى يقول سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. شكون هما يا ربي؟ الذين ينفقون في السراء والضراء زيد والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. احد العلماء زاره اخ له في الله عالم يعني شخصيه كذا، فتاتي جاريته ودخلته هي بحساء وكان لابس اجمل الثياب، فسيحت عليه الحساء هذاك، نظر اليها نظره غضب فقالت والكاظمين الغيظ، قال قد كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال أنت حرة في سبيل الله. جارية فقيها سبحان الله. يعني ما أحوجنا أنه كلمة يا أخويا سامحني على وجه ربي وانت تجاوب قال الله سامحك. هذه المشكلة أذكر احنا دائما نطلب السماح ولا نعرف نتسامح، احنا المشكلة على بالك شغل شغل تغنانت أذكر احنا نعرف نسمع شغل نعرف نطلب السماح. جدودنا يقول لك جزء على كلمة جزء على روح صح ولا غلط جزء على روح يعني. تخيل إنسان غلط معك حميد، احنا في العشر الأواخر ربي يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أيوة ماكش حب ربي يغفر لك المشكلة بس طيب يعني. إذا راك حب ربي يغفر لك أغفر للناس. طيب سؤال، هذا الإنسان اللي غلطت معه هل لدي القدرة والشجاعة أنني نعفس على النفس الأمارة بالسوء نقولها أيا نفس أنت كلب فاسمعي وأطيعي؟ كاين واحد أخرى شيخ تقصده ولا تتصل به ولا كذا خلاص خذ قرار أنه ما يجاوبكش، ولكن هنايا أنت قد أقمت عليه الحجة يوم القيامة، أتعلم بأن الله يصلح بين العباد يوم القيامة؟ يوم القيامة ربي يصلح بين العباد فيقول له يا ربي خذ لي مظلمتي من أخي، فيقول خذوا من حسناته، فيقول يا ربي ما معي من حسنات لقد أخذوا كل حسناتي، فقل خذوا من سيئاتهم وطرحوها عليه. فالرجل يعني واحد الموقف عظيم يقول لك عيب أنك تلقى الله وانت إنسان مؤمن والله الحسنة بعشر والعشر ويضعف حتى 700 صح وتجيت سيئة بوحدة ويسمع وتلاقي بربي تلاقي ربي ما عندكش كونت فارغ لما متحت تخبى والله يا حميد شوف وجهك صحيح يا صح. تخيل يوم القيامة الله. يوم القيامة يا حميد شوف درجة الأخوة الرابطة الإيمانية وين توصل الأخوة المربوطة على الرابطة الإيمانية. يوم القيامة قال لك المؤمنون جميعا يبحثون عن إخوانهم كانوا يصلوا معاهم يزكوا معاهم يصلوا معاهم يحجوا معاهم ما يلقوهمش، فيقولون رب قال فيكونون أكثر يعني أشد يعني محاجة لله عز وجل من محاجة أحدكم لصاحبه في الحق. قال لك فرب العزة تبارك وتعالى يقول لهم ماذا تريدون؟ يقول إخواننا كانوا يصلوا معنا يا ربي وما لقيناهمش، يقول اذهبوا فأخرجوا منهم من شئتم. قال فيدخلون فيخرجون منهم كل إنسان كان معهم كل واحد ولحقته النار، قال واحد وصلت لساقيه واحد نص ساقيه واحد القدميه، قال فيخرجون جميع من كان. ثم يقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه نصف دينار من الإيمان، قال فيخرجونهم. ثم يقول من كان في قلبه ذرة من الإيمان، قال فيخرجهم. ثم يقول الله عز وجل لقد شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون والآن رب أرحم الراحمين، قال فيقبض قبضة أو قبضتين سبحانه وتعالى ويدخلهما في ماء الحياة فيكونون أجمل من اللؤلؤ أجمل من اللؤلؤ ويدخلون الجنة. شوف رحمة ربي عز وجل، هذا التسامح الذي يكون بيننا، هذا العفو اللي يكون بيناتنا يوم القيامة قبل ربي وإحنا خفاف يا حميد. حتى الإنسان هاللي يحط راسه كيجي يرقد كي غلطت معايا أخويا حميد وجيت لي قلت لي يا شيخ فارس سامحني على وجه ربي. أنا أسألكم سؤالا، وجه ربي شعلي يسوى عندكم؟ هذا ما كان على وجه ربي يعني. كل واحد يشوف إنسان يقولك على وجه ربي أوزن أنت وجه ربي عز وجل شعلي يسوى سبحان الله بحشمك بالإضافة ويقول لك لو سيدنا آدم عليه السلام لما راح لله سبحانه وتعالى بش يسمح له راح له قال له اسمح لي على وجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قال له على وجه نبيك محمد قال له وكيفش عرفت؟
قالوا أنت قرد اسمه باسمك. الله أكبر. باب الله العزيز عليك. مكتوب على العرش. بالإضافة بالإضافة دكتور فارس للثواب والمغفرة بالنسبة لموضوع التسامح والصفح والتسامح بين الناس صح. عندها نتيجة إيجابية جدا وكبيرة على صحة الإنسان. طبعا. لأنه مايكل بيري هذا صح. مايكل بيري هو قيس مدير شؤون الدينية في مستشفى بأمريكا متخصص في السرطان ألف كتاب حول علاج السرطان يقول أنه عدم المقدرة على الصفح والتسامح مع الناس يتسبب في أمراض كبيرة جدا تسبب في أمراض كبيرة جدا والتسامح والمغفرة والتسامح مع محبة الناس لأنه الإنسان اللي ما يسامحش واللي ما يغفرش ديجا عنده مشكل في الأعصاب نعم واللي عنده القنطة عنده مشكل في الأعصاب والأعصاب يدير مشاكل في الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي يدير مشاكل في جهاز المناعة وهذا مثبت يعني صحيا مثبت صحيا يعني حتى من الناحية الصحية التسامح هو مليح كلام جميل جدا لأن هذا يقترن تماما بما هو موجود في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحدهم غاضبا فقال لا تغضب لا تغضب عليه لا تغضب الآن فهمنا باللي الغضب يطلع السكر يطلع لا تنسيون يدير لك بعد شر ممكن كريس كاردياك ممكن بعد شر إنسان يدير أفيسي والعياذ بالله فلذلك عندما تسامح أنا أقول لكم الآن أن جربوها الآن أي إنسان غلط معاكم عيط له قل له راني سامحتك على وجه ربي حس في داخلك الداخل تحس واحد الراحه النفسيه وراحه على اللي عيط له اللي عيط له طلع له السكر كي تقول لي سامحتك يا مش حال كبير يحس روحه شغل كان هو دار والله يا حمد انا نقول لك نقول لك هو يقول لك شكون الضعيف لا يسامح بل التسامح بليد يجيب العدل الاقوياء والعياذ بالله سبحان الله فانا انا احكي لكم قصه ممكن جدا الان ما بين الزوج والزوجه يصير هذا الاخرين يعني المشاكل هذه فأحد المشايخ جاء ليش والطب يجيري هذه الزوجة والزوجة هذه يومية لما كانت هذه فيها هذه ما تحلاش يا شيخ بس تحلاش بتكون احنا ماذا بينا يعيشوا متهنيين ماذا بينا بصح ساعة ساعة بس قلوا عليها يشوفوا بعضهم شغل كريز هذين على رسام بعضهم شوف كاين واحد الشيخ حبيبنا وخونا ويعرفونه في قناة الشروق شيخنا الشيخ مصطفى غلام من وهران الباهية فيقول لي جاء أحد الإنسان يعني غاضب مسكين ومقنوط خير إن شاء الله قال والله كان عندي شجار بيني وبين زوجتي شوف الإمام الله اللي يكون عنده الحكمة قالوا شوف يا أخويا العزيز قالوا اشتري لها هدية وأول ما تفتح الباب قلها سامحيني على وجه الله سبحان الله قال والله كذلك التسامح دكتور والله غير صرات يقول هذا قال ذهب بعد صلاة الفجر عند طلوع الشمس وطرق الباب ففتحت الباب وما زالت غاضبة في وجهها فأخذ تلك الهدية وقال اشرى لها قرعة ريحة قال سامحيني على وجه ربي فانفجرت بالبكاء يعني تخيل لو أننا نتعامل كونوا كالشجر يرميه الناس بالحجر فيرميهم بالثمر دايما الكلمة الحلوة تطفي النار إذا كان هذا الإنسان غضبك قال يا أخويا والله غراني مسامحك على وجه ربي روح كذلك تعايش التسامح يخلق التعايش السلمي في المجتمع لانه احنا مجتمع ما عندناش ديانات مختلفه ما عندناش الحمد لله علينا ستر ما عندناش هذا التنوع في الدين وفي العرق وفي الى غير ذلك الحمد لله يا ربي عندنا يعني عندنا مجتمع متجانس تقريبا تقريبا يعني 100% متجانس ومع ذلك عندنا مشكله تاع التسامح مشكله لاننا لم نفهم كيف نسامح ولم نعرف معنى العفو وأن هذا العفو صح لنا وصح لغيرنا بل أن الفتن والعياذ بالله اللي ظهر شبانا مجتمعات أخرى مثلا زوج. لبنان فيها 18 طائفة دينية تخيل هذه 18 طائفة دينية وكما كانش تسمع لا كنت هناك كمان هنودة كل واحد وش يعبد واحد قط واحد فار واحد حيط واحد جاجة واحد أحكم بركب قرار يا حميد عندهم ملايين الأرباب واحد جاب خادمة للزوجة تاعه قال باش تعاونوا كامل وهذيك الخادمة من الهند تلمو مربية هذيك من الهند تلمو يعني كل ما تجي للمرأة كي تقول لها جيبي لي كاس تقول لها ياس 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 وبعد ياس ياس وبعد ياس ياس عيط له قالت له صاحبي هذه ويتلقى بعد اللي هكذا قال هذه كي كانت صغيرة علموها تعبد البقر قال هذوك ساعة فيها صح استاذ يزيد انا زرت اليمن نهار زرت اليمن خلعت يا حميد اسمع هذه عجيبه هذه انا في اليمن رايت اهل اليمن كلهم بالسلاح
السلاح هي عادة عندهم. السلاح تقصد السكين؟ لا لا لا, لا الكلاشينكوف والبيريطا واللي ما والار بي جي واللي حبيتي الشعر مدفع. ولكن انا قلت سبحان الله كيف لهؤلاء الناس يحملون الأسلحة ولا يتقاتلون فيما بينهم. انا زرتها في 2004 انا ذاك وتعجبت قلت سبحان الله العظيم. ففهمت بأن هؤلاء الناس عندهم قوانين, قوانين دائما الكبار يصلحون بين الناس. يعني دائما كاين شيخ القبيلة شيخ العشيرة مجموعة العشيرة دائما يصلحوا ويقربوا بين المؤمنين. خليني أنا نفرسي كلمة الكارثة. شوف أحسن لقطة مادام نتكلموا على الإسلام خلينا بعد نروحوا الفاصل. بلاصي بلاصي زعما رونالدو نروحوا الفاصل وبعد اللقطة هذيك أي صحة من مراك شاطة اليوم ربي يحفظك وليدي صح ولا طمينا درهم ولينا. أنا عندي مكالمة ليلة واحد من عين بالليلة وعيط لي بصباح رسوله لزينتي محمد. السلام عليكم. السلام. وشلك خويا العزيز؟ لاباس بك شيخ حميد. والله لاباس تحياتنا ليك وأهلنا في عين بالليلة. إن شاء الله بارك الله فيك مشرفين بيك وبالأخت ليلى. شكرا مساء الخير. مساء النور. أهلا أستاذ فارس مزدور. الله ينورك ربي يرضى عليك إن شاء الله. هضرنا معاه. طول عمرك مرحبا وسهلا بك. والاخ بينصر شاب استاذ يزيد خلينا عمو يزيد يزيد خلوه يزيد عمو يزيد عمو يزيد الان عنده 7 بلايين طفل دركاتك ما شاء الله طيبك دوك نزيدوا وحده صغيره عندنا احنا وحده صغيره نزيدوا هادو شحال تعملها وحده 5 شهور نزيدوا هادو بعد نسجلوها معاه الله يبارك لا لا هو عباك دكاتك ولا تخدمته خمس شهر يزيد خمس شهر لا لازم يكون يمشي مازال لازم يكون يمشي يحبي بالي خليها حتى تعد تحبي هكذا شوية ولا صحيح فرح لما منتظر في الكلينيك وتدي لي كادو وتشجع الولادة بس كوبيهم تخدم كون ما يعودوش يولدوا ما تخدمش انت دونك كل ما تزيد وحدة لا لا لك حاجة دير لهم العقيقة تتخلصها من عندك ما كاش مشكل علي بالبركة ان شاء الله بالبركة ان شاء الله يبارك لكم ربي كاش ما عندكم في الدار واحد جاب سيجاب عندنا بالفاميلا بالفاميلا كاين يا خويا باركوا لهم ان شاء الله قول لي كيفاش ناجية واسمو ناجية سي حميد نعم قول لي برك انت تزعف ولا ما تزعفش هو ما نزعفش وبردنا زعما عيطت الواحد يسكن في لاسويس برك انا ما تزعف ما تقلق ما والو لا يسكن في لاسويس تاع الجزائر غير كيقول شي برك ودوك راك في الدار ولا برا راني في الدار حميد وراك تعاونهم ما تعاونهمش ما نعاونش نعاون غير كي نشري برك وي او تاكل برك تاكل كيف برك حميد معليش يلا ربي يحفظك يطول في عمرك مبروك عليكم عندك كلمه تقوليها له برك نقول لك عندنا اختيارين سؤالين بقاو لنا ديني وسياحه واش تختار سياحه يا روح روح الله يرحمه والناس طيبين شوف القبات الجميله هذه ديرها في وسط الدار بور لايراسيون كيكون في الصالون وي وشبه بزاف منطقه سياحيه بامتياز هاد المنطقه هذه وين جايه وشكون هي هذا لافيل هذه المدينه الجميله هذه يبارك يظهر لي واتشوف سي حميد زرتها ما زرتهاش زرتها الله يبارك زرتها الله يبارك واتشوف ورحت مع الاهل ولا وحدك رحت وحدي عندي الاصدقاء تما هذا هو اللعب اللي ما نحبوش امشي اون فامي انا زوجتك يا اخي عندك مرحله نروح لهم فامي ان شاء الله احنا معرضين باش نروحها هذه بيتك هذه بيتك بعد بوحده واحده بوحده تسامح واحده بوحده يا ربي يحفظك يطول في عمرك تحياتنا الناس ميلا اللي نحبوهم تحياتنا لاهلنا في الجزائر كامل ايريس يعطي لك هذا ما تروحش يدك فارغه ان شاء الله بارك الله فيكم تروح تبارك به للطفله الصغيره هذيك ان شاء الله ان شاء الله سي حميد شكرا شكرا مع السلامه شكرا يعطيك صحه شكرا رمضانكم وسلامنا لكل سكان عين مليله مليله نعم نعاودوا نرجعوا الموضوع تاعنا يزيد بما انك في عالم الطفل وتشتغل في هذا العالم منذ سنوات احنا نتكلموا على التسامح وألا ترى كذلك أنه التسامح هو يبدأ من التربية يعني من الصغر لأنه الأهل اللي يزرعوا الحقد ويزرعوا الضغينة والكراهية في نفوس الأطفال في الأخر ما يحصدوا إلا الأمور السلبية أكيد إحنا رانا نشوفه في الأطفال عباك الأطفال بالمرات كيجوك هكذا ولينا دي بروفايلر ولينا كنشوف الطفل نعرفه وش من بيئة تربى فيها
الطفل اللي جاي من بيئة فيها التسامح، فيها الأخلاق، فيها القيم، فيها كذا، تسيبه حتى يضحك، يعرف يهدر، يعرف يتواصل، ما يخافش. اكزاكتومو. بالمرة تسيب أطفال مرعوبين، عنده رعب هذاك الطفل هذاك، يتخبى بلد، يتخبى مور يماه ولا مور باباه، يسقى. لا يكونوا أطفال مريضين، يعني البيئة مريضين نفسيا، خالعينهم، راهبينهم. بالضبط. البيئة ماهيش بيئة تاع التسامح، ماهيش بيئة تاع الناس تهدر بالعقل في الدار. أنا دائما وهذو كي يكبروا يكونوا ناس رجال ولا نساء، غير متسامحين، ما عندهمش علاقة بالتسامح ولا شاب على شيء شاب عليه. صح. إذا الوالدين هما القدوة، الوالدين هما اللي يكتبوا فوق الصفحة البيضاء اللي هو الطفل. إذا كان شافك أنت متسامح مع الناس، تقول له شوفك أنت في العيد تروح تغفر على الناس، تدي ولدك معك، أنت تسبق الناس في تعلموا يقول شكرا، تعلموا يسلم. هذاك أنا بالمرات نكون واقف هكذا عند الدار، ويمر علي الشاب هكذا جاري ولا ولد جاري ولا، ما يقوليش السلام عليكم، تغدني عمري. نقول يا سبحان الله وين رانا. وبالمرات تصيب كاين ناس لا وكي تسقسي بيزيدو، كي تسقسي واحد مع وليدو، تسقسي طفل تقول له اسمك، يطلق باباه عمر، سقسيتك انا، انا درما طفل، خليه كوميدي كيما تهضرش في بلاصتو. لازم نحكي حميد، ولازم نعطيه عمالك يتزوج، روح معاه مع بابا احمد جي الشيخ، خليه كوميدي. شوف هذه فنون تعلم. الاشكاليه اننا في قضيه الزواج خويا حميد، احنا ما نتعلموا حتى كيف نتزوجوا، حقوق الزوجة وحقوق الزوج ما نتعلموهمش. كيف نعرف حقوق الطفل؟ كيف نتعلموا كيف نربوا أولادنا؟ هذا فن يعلم. لذا البرامج التربوية فن يعلم، وكذلك في المساجد دكتور، انتم الأئمة في المساجد لازم يتكلموا على الطفل، لأنه موضوع الطفل مغيب. أنا أركز دكتور، أنا نتكلم لك بصفة عامة، موضوع الطفل مغيب في المساجد، صح، مغيب في البرامج التربوية، في المدرسة، مغيب في التلفزيونات والقنوات الفضائية. معرض كتاب شيخ، سامحني بعد كمل المثال، معرض الكتاب الدولي موجود فيه كتب للطفل، جناح الطفل، صح، ما كانش اللي يروح له لما راه تدي ولادها، ما كانش ترويج تذكير اصلا، ولا غير يقول لك يروحوا يشوفوا جوج كتابات يا شيخ. اي نعم، تفسير الاحلام وتعطيب، والشاه يقلب وكغرض ناكلوا، تلقى نهار كامل وما يكتبوا، حاكمين الورق وماكارون، ماكارون يكتبوها يا شيخ. ولكن يا حميد الثاني، توجه تاع الرؤيه العامه، الرؤيه العامه لازم تسهل للناس، لانه اناني في هذا، اعوذ بالله من كلمه، اناني في هذا المجال ما كانش تسهيلات كبيره، كاين عقبات باش نفهموا يعني كبيره. حتى شوف، حتى هيئه للتخطيط مستقبلا للطفل او كيف يفكر الطفل ما كاش. فوالا دونك لازم القائمين على الامر هذا لازم تكون تسهيلات لهاد الناس، اللي تكون تسهيلات، تكون استراتيجيه. تعرف يزيد، في دوله الامارات العربيه المتحده كاين وزاره التسامح، وزاره السعاده، خلينا نتكلموا على التسامح. وزيرة صغيرة كاين وزارة التسامح، لأنه معرفوا أن التسامح مهم جدا في المجتمع، مهم جدا كيفاش باش تكون هناك تعايش سلمي بين الأفراد، خاصة إذا كان هناك جنسيات وأديان مختلفة. والله عبك التسامح هذا هو كبير، سي فاست، وفيه لا كورتوازي. مثلا راك في الطوموبيل تخلي واحد يجوز، تخلي واحد يقطع الطريق، تخلي هذا جزء من التسامح. صح. من المفروض في البيرو الطابة، في البيرو الطابة ولا في الفارماسيا، تتهضر مع الفارماسيا يجي يطلع من فوق. اكزاكت. السلام عليكم، اعطيني ما تقول له نو نو نو، لا سهله ولا لا. ودي فتح تقول الفارماسيا في كندا دايرين بوكس، تدخل الفارماسيا تحكي له اسرارك. نعم. حنا يقف قدامك بعد تدي له هكذا، فكرتني كنت، لا خليه يجوز. على بالك فكرتني، كاين خاف واش حتحكي له. انا اغنيه جديده غير كيما درناها، كلامك كبير، يا ابتاه قل لي ما معنى الاحترام، والأب يوجب ابنه، كاين عدة، كاين مرة يقول له لما تقصد دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما، مثلا في الأغنية. الله. يعني يعطيك الصحة يا زيد، يعطيك الصحة. سبحان الله. أنا ماكش شوف كذلك أنه لازم لنا وزارة الطفل والأسرة، ما عندناش وزارة الطفل. يا أختي ليلى، الطفل مهمش في كل شيء. أنت تتكلمين كلاما، شوفي قبل أيام قلتي نحن لا نريد المثالية، ولكننا ننشد المثالية. لا لا لا، أنا لم، لا ليست مثالية، ليست مثالية. لا بصح موجود يا شيخ، دكتور يا شيخ، دكتور حاجة موجودة في دول متقدمة. حميد اسمح لي، لما نقول لك لازمنا وزارة الطفل والأسرة،
او الطفل ماهيش مثاليه، لكن ماهيش مثاليه، لا ماهيش مثاليه، راهي اقل حاجه لازم تكون في المجتمع. الطفل في الدول المتقدمه راح البرلمان بلد في بلد اللي فيه اقل شيء 75% اقل من 35 سنه ما يلزمش وزاره. مش نطلبوا في المثاليه، المثاليه في امور اخرى. معليش لما نقول لك وزاره السعاده قول لي هذه مثاليه. والله كلمه عندما تتكلمين الان اصبح من المثاليه ان يكون لنا هذه الوزاره. يعني تخيلوا تلمك ما لازمش تقولها دكتور. تتكلم شيخ على الحد الأدنى. نعم واحد الحد الأدنى يعني لازم يكون، ولكن الإشكال وين؟ نحن أبعد ما نكون عن الإدارة بالعلم. يا شيخ طفل في المدرسة ما عنده استاد ويدربوه في الجودرون. الطفل ما عندهش ماناج، وأي واحد يجي يفتح الماناج يعرقلوا له، حب يديروا دي ماناج كبار، يديروا ملاعب. حنا الطفل دوك فاش أنا فكروا له غير في الوزينات على الكوش. معليش قتلونا في الكوش. سأذهب إلى أبعد، إلى أبعد من ذلك. نحن مررنا بمرحلة خطيرة جدا في تاريخ الجزائر، مرحلة الكراهية، مرحلة القهر، مرحلة القتل، مرحلة العنف في أوج صوره. لذلك نحن بأمس الحاجة إلى التسامح. لذلك نحن نقول بأنه إذا أردنا فعلا أن نؤسس لفكر العفو والتسامح ليس بقانون فقط، وإنما أن ندعم ذلك القانون بممارسة عملية بالطب بالأفعال. طيب الآن هل يعني الإنسان اللي غلط معايا وغلطة عظيمة جدا، هل تقابلت أنا وياه الوجه للوجه وقلت له أنا درت فيك كذا وكذا 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 وكذا، هو يقول لي أنا من أجل الجزائر، من أجل أن نعيش في سلم وفي تعاون وفي رحمة وفي وئام وفي كذا، أني سمحتك على وجه ربي. طيب الآن هكذا نبدأ، هذا هو المسار الصحيح. الطفل نعم نهتم به، فننشئ نعم وزارة للطفل، ولكن مش الوزارة على المكننة، مش وزارة ميكانيك. عندنا وزارة التربية ولكن نشوف باللي وزارة ميكانيك. ولكن الجزائري بالمرات عنده كومبلكس عقدة في الاعتراف بالذنب. الاعتراف بالذنب مال بلاسي مال بلاسي ما كان والو. عزة مال بلاسي. واحد الأبي يوصي ولده يقول له يا بني اعفو على الإنسان، لأن الإنسان يبقى إنسان ويبقى يخطأ. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفو عمن ظلم. صح. أنا أعطيك لما رحت للرسول صلى الله عليه وسلم أستاذنا وقدوة تاعنا، أنا شوفوا معايا الصورة اللي اختاركم، شوفوا معايا هذه اللقطة هذه وبعد نعود ونرجع لها. أقوى من هذه ما كاش. قوية جدا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قوية جدا جدا. وحشي قتله، وحشي من بعد دخل الإسلام. نعم. وقف أمام رسول الله ودخل الإسلام وسمح له ولا ما سمح له. وهند بنت عتبة قمة التسامح، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهند كان شأنها في الإسلام أعظم مما كانت في الجاهلية. ووحشي الذي قتل سيدنا حمزة في غزوة أحد كان أيضا شأنه في الإسلام أعظم مما كان في الجاهلية. أصبح صحابي وكان نعم. من اللي قضوا على مسيلمة الكذاب. ولكن رغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا وحشي إن استطعت أن تغرب عني وجهك فغربه. لم يستطع أن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم صورة سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مقطع، بل أن وحشي أكل من كبده وهند بنت عتبة أكلت من كبده، بل أنها كانت هند تقف خلف الجيوش الإسلامية وترد أي رجل يعني يأتي راجعا دابئ مدبرا وترده للجهاد في سبيل الله. ونبقى دائما نقول الإسلام هو تسامح. نعم. في أول لراحتنا احنا ماشيه لراحتنا، لأن المجتمع اللي فيه التسامح فيه. هو لابد أن أذهب وأترككم مع سمحناك يا شيخ. لكن قبل أن أذهب أولا أشهد الله عز وجل أنني سامحت كل من ظلمني، وأرجو أن يسمح لي كل من ظلمته. هذه واحدة. هذه اللي قلتها أنا الآن يا سعدنا لو كنا قدر نقولها وجها لوجه. يعني حاول أنك تواجه. تخيل أنت يماك الآن ظلمتها، غلطت مع يماك، روح ليماك قلها يا يما سامحيني على وجه ربي. صعيبة والله غتفرح بك. روح لباباك اللي غلطت معاه قلوا يا بابا سامحني. خوك اللي راك متعادي معاه درك في اللحظة هذه روحوا قابلوا عنقوا بوسوا
في الشارع يا شيخ، في الشارع خلي خوك يجوز بقات خبزة وانتو ما دخلتو، شوف لا بيبليسيتي تاعهم، يدخل باش يشي شيكولا بقات حبة الحمد لله، وبعد شوف يا بيبليسيتي بصح يتنازل له. آخر شي حميد، آخر شي، الكثير من الناس الآن أكلوا حقوق بعضهم بعضا، حبسوا هذرك ولاقي ربي عز وجل وهو راضي عنك إن شاء الله. يا إن شاء الله نطلب من ربي عز وجل في العشر الأواخر هذه أنه يكون هذا النفس الأمارة بالسوء نحطها تحت رجلينا ونقدر نروح نقول له سامحني على وجه ربي. خاصة اليوم يا شيخ عندنا واحد الطفل صغير في الدار واسمه وسيم، ربي يوفقه ونجح في السجن. أسأل الله العظيم أن يجعلك ويجعل كل أطفال على شكلتك، خاصة اللي راه واقف معهم الأستاذ يزيد ربي طول عمره، أن يكونوا علماء الجزائر وقادة الجزائر إن شاء الله. مبروك عليه. وما ننساوش فقط هادو العائلة تعميم وزميلنا. عندي أسماء عدي زعف عليها ياسر طبابلة، ياسر طبابلة وبدر الدين بوبية، منين جابوا الأسماء وهاد هادو ماشي طبابلة تاع الزرقاء ولا ولاد خالته مبروك عليهم، مبروك على كل التلاميذ والأطفال الجزائريين اللي يا ربي لا يتوب الفرح إن شاء الله. ما تنساش أجي الخطبة وجاي العرس وجاي يا ربي يا رب إن شاء الله. وللأمانة غدوة إن شاء الله في الحفل اللي راح نديروه في البريد المركزي بعد راح نهضروا عليه، الأطفال مدعوون إن شاء الله. وقتاش غدوة إن شاء الله؟ غدوة إن شاء الله الجلالي لاغروبوست راح من بعد نتكلموا عليها بالتفصيل. ربي يرضى عليكم ويطول عمركم ان شاء الله. قلت لي فكريني واربع راح الله يرضى عليكم. اسال الله العظيم ان يحفظكم وان يرضى عنكم ويحفظ الجزائر باذن الله. ان شاء الله. فاصل قصير ونعود نرجع. رمضان 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 جاء النور والهدى كان المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء للمسلمين أتى ينادي رمضان 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 جاء فيه الهدى خير للعباد رمضان 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 جاء. راح نتكلموا حميد على المناسبة تاع غدوة اللي راح حفل كبير راح يحييها يزيد في البريد المركزي وراح يخصصها للأطفال راح تخصصها للأطفال اللي تحصلوا على شهادة التعليم الابتدائي. هو كان الحفل من المفروض كان في أول جوان هذا اللي فات الجمعة ولكن تحت شتاء الكروبورتينا معليش وراه تزامن مع هذه المناسبة السعيدة وإن شاء الله كل الأطفال خاصة اللي فازوا بالشهادة الابتدائية يلتحقوا بك باش يستمتعوا بالبرنامج اللي راك عامل برنامج جميل. دونك فلاغون بوست مكالمة يلا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. منك تعيط لنا؟ من مستغانم في حبيبي. مستغانم مسغاليم ومديوني ناس مسغاليم. أيوا الله يبارك الحال. برد الحال وريعة وي ستيديا أيوة زغران المنطقة السياحية بامتياز وناس طيبين وناس تحت تسامح مستغرب الليلة ناس يعملوا يعرفوا يهضروا يعرفوا يقعدوا القعدة الجميلة يحبوا الناس يحبوا الضيف بالضبط يكرموا الضيف. كيف حالك خويا؟ بارك الله فيكم. كيفاش مع رمضان؟ كيفاش سي حميد؟ قلت لك كيفاش راك مع رمضان؟ الحمد لله في رحمة ربي الحمد لله. منك تعيط؟ راك تعيط لنا من الدار ولا برا؟ لا راني في الدار. في الدار راكم عندي ضياف انتما في الدار وراك مخبي في الخزانه ولا في شكوك تحت غير تخبيها ما فهمتش انا خفت يسمعوك ضياف يحزوك على التليفون حتى راحوا. لا راني نهضر عادي وراني معاكم راني نشوف فيكم وراني معاكم بارك الله فيكم على الحصص هذه حصص وخاصه الموضوع تاع اليوم تاع التسامح وانا غادي نقول لك حاجه غادي على المباشر مادام راني معاكم راني نسامح جميع الناس اللي غلطت معاهم ولا غلطوا معايا راني نسامحهم منا مباشره.
حاجة مليحة، حاجة مليحة هذه. نتمنى نتمنى اليوم كل واحد يتصل بواحد ولا يتصل به واحد أخطأ في حقه ويقول له سامحني ولا سامحك ولا سي. ممتاز قلت قبل اليوم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، اليوم تقدر اليوم يعني بما أن الليلة هي ليلة وتر تقدر تكون ليلة القدر، ولكن نتمنى أن عامنا قاع يكون ليلة القدر، يكون تحت السامح تواصل. بما أننا مسلمين كل يوم نسعى للخير. يلا بقى لنا سؤالين، واحد ديني بقى واحد قال لي واحد قالك ديني قال لي ديني انا حبيت نربحك بدا بيدك 10 اسئله. يلا بقى لنا سؤال ديني، نروح نشوف الفيتيال واخي هذه غلط سامحني ونعاودوا. هذه تاع العيد الكبير، مستحيل العيد نزيدوا نهار اليوم الاخرى ما كانش العيد صغير ان شاء الله يا رب. قربت عندي سؤال سهل، هل يتكلم على سيدنا ابراهيم الخليل وابنه اسماعيل، وقصة كبيرة جميلة جدا، نتمنى لو أننا يكون عندنا أوقات أننا نحكيها. في نفس الوقت هي تقريبا قعو الصلاة فيها مناسك الحج، الشعيرة الخامسة والكبيرة اللي هي الحج وقعت قع فيها. وش كان يحكيها يا عبد الكريم الدالي؟ دوك السؤال، كاين ربعة يعني ربعة زادوا بلا ما عندهم أمهاتهم، لم تحملهم أنثى يعني في بطنها، كاين ربعة شكون هما؟ كاين مريم عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام. آدم ما تبعدش قدامه، ومريم لا قلت لك ما تبعدش. آدم والدوزيام شكون؟ جوست معاه حواء. أيوة سيد بيت مجتهد زيد. ودوكا دوكا وش كان يغني عبد الكريم دالي؟ وش كان يغني؟ على سيدنا على سيدنا ابراهيم، ولما إبراهيم في المنام شاب ربي قال له اوحى اليه انه يذبح وليده، وجابوا له في مكانه كبش ثلاثة كبش وبقى جلد الرابع من عندك ثلاثة قالت من عندك من عندي انا يا الله يوم التسامح قريب قالوا مقبل نعم نبي صالح الناقة تاعه الناقة صالح بارك الله فيك يا حبيبي. اذا اربعة ادم وحواء عليه السلام، ومن بعد كبش، وعندك ناقة تاع صالح. انا ما خليش يدك فارغة تروح، نهدي لك ايريس يهدي لك هذا الهاتف الجميل جدا، تحياتي للجمال سيد جمال قيدوم اللي يشجع في هذه البرامج ويعطي دفعة للإنتاج حتى يعاود سواء في المساجد ولا الناس ولا المحتاجين بجد من أير دو فرانس كان عاونهم ودعوا له في المغرب، قلت له يا سعدك غير مركاني معاه دعوا له ربي يبارك له في ماله. مبروك عليه هذا الهاتف. اليوم بما انه احنا رانا يوم الخميس حامد عندنا القرعه باش يفوزوا زوج عائلات بويكند طويل في ليزاندالوس في وهران باش يستفادوا من كما يقول حامد لو ويكند مساج استجمام العلاج كاع تكسل في الدار يطلع ولاده فوقه يقول معسولي على داره لا كاين علاج طبي متكامل ماشي غير المساج عالمي لو سبا وهذه اول مره والنظره ومكان شباب الاندلس في الاندلسيات زائد انه المركب هذا اللي داروه جديد بمقاييس عالميه يعني الاسبانيول داروه وباللي جاء سيد بهلولي اعطاه دفع جديد لل وعنده استراتيجية يسميها السياحة الذكية. السياحة الذكية أنك تجي تعمل سياحة وتستفيد من أمور أخرى مهمة جدا بالنسبة للإنسان، منها نشاطة الأطفال للعائلات. طيب يزيد اختار خلط يا بابا يزيد خلط شوية أنا خلط كاسون راح ديقت الورقة الأولى أو قريبي أدنا يزيد أخويا ولا خلاص طاقة أي روح قل لي ما شط في رمضان ما في الدنيا عليا برا شحال مره احنا ملي بدينا رمضان ما لقيت زعما حنا اللي اذن علينا ثاني حنا برا دائما تقول لي كل يوم. هذا محمد دبيده من تيارت او قريب ليك ان شاء الله. محمد دبيده الثاني ماشي بعيد تيارت الثاني احنا زوج ان شاء الله خلط بعد ما يختاروا الويكند تاعهم يختاروا هما يختارون بعد الويكند تاعهم وما يختاروا الوقت اللي يحبوا وما يتصلوا مع الطاهر برك واللي ما عياتش ولا ما يجيش او يروح الطاهر في بلاصتك.
محمد رامول من أم البواقي. من أم البواقي من أقصى الأقصى. تعرف هذا الهدف تاعنا، أننا نحاول نشجع السياحة ونديروا عدد خاص في النخ الليلة سياحة أسكو هنا ونشجع. آه تاليوم هذا عنده الظهر ده هاتف وياه بصحته. هاتف وزاد زاد يروح لمساج، تروح لمساج وما تروحش وحدك، دي زوجة تاعك. بدا بينا اه باسكو يروحوا زوج هذه لو ويكاند خميس وجمعه وسبت في اي وقت تقتاروه. وقبل ما يروح يزيد ما يروحش ثاني بيده فارغه، يزيد دائما هو اللي يمد الهدايا للاطفال. احنا هذه المره احنا نعطوا له هديه. الله يخليك. تليفون مهدا منا من ايريس. من ايريس. الله يخليك. الله يخليك. مؤسسة ايريس. شكرا انتم يعطيكم الصحة لهذه الحصة هذه الجميلة اللي نتابعكم باستمرار. الله يسلمك. سيدي تاعك الاخير هذا مبروك النجاح عليكم. هذا السيدي ايه سوف يهدى غدا، هذا السيدي سوف يهدى غدا. غير مشكله العبره ديال غنى رابح درياسة الله يذكره على خير ربي يطول عمره. مبروك عليك. ولكن من رابح درياسة ما كانش واحد اللي غنى النجاح. انا غير النجاح يا ولاد بلادي للنجاح وسميني شرقي سميني غربي غنى للوطن. دعمك جميل جميل ان شاء الله يرجعوا. بقاو لنا زوج دقائق نخليو يزيد يتكلم لنا على المشروع تاعو تاع غدوه ويعني وشرح غدوه. خلي لي دقيقه صحه. مبروك النجاح عليكم. مبروك النجاح عليكم. السيدي سوف يهدى غدوه كاع العائله اللي جو غدوه ان شاء الله في البريد المركزي. راكم مدعوين كامل في لا غروند بوست دونك في الساحه راح يغطوا الطريق. خاصه اللي جابوا الشهاده التعليم الابتدائي لازم يجوا. ولكن الدعوه مفتوحه يعني للعائله. يكون عندك جمهور كبير ما شاء الله. ان شاء الله موفق. لانك شوف فيك زوج حوايج، انا شهد مثقف ومربي. ربي طول عمرك. انا نحب فيك هاد الزوج وتنجح باذن الله. والفنان ولا الاعلامي ولا اللي ما توفرش فيه هاد الزوج شروط ما يمكنش يروح لبعيد. لا ما يتوجه خاصه الفنان يوم حق وينسى. شفتوا اللي عنده الغل عنده الكره يكره 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 الناس كي تخدم. حميد عندك دقيقه. دقيقه صح حسب انا هو يهدر ولا تسدوا لي الساعه. معليش ما خليتلوش قاعد شوفي نهرب لكم بلالين. انا برك نقول باللي تابعونا اليوم الحلقه الاخيره تاع بوغرود اليوم راح تكون على شاشة الشروق. نتمنى أن هذه الحلقات على الأقل قدر تجمع العائلة. نقول برك شكرا لريم غزالي اللي دارت فيها ثقة وأبدعت وقدمت عمل مميز. قول لك ريم واصلي لأن لها شأن في المستقبل يا رب العالمين في الإخراج وفي الإنتاج وتعبت وتعبنا كامل. نشكر الممثلين اللي شاركوا معايا. نتمنى أنكم استمتعتم معنا في هذه الحلقات ودنا وش قدرنا رغم التعب ورغم شرغم الشاقة وكلش. وأبدع تريم نقول لك إن شاء الله ربي يوفقك في المستقبل في أعمال واحد أخرى يا رب العالمين. أوكي شكرا لك حميد. شكرا شكرا يزيد. شكرا نوعد غدا إن شاء الله في البريد المركزي في لغون بوست دعوة عامة. أزمع تشوف ليش أنا يكون فصل غاشي. لا لازم تجي. لا لا غدوة يا قيد فهمنا فهمنا غدوة إن شاء الله. كي تشوف واحد كبير أربعة ليالي. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. فوالا. نلقاكم نهار السبت إن شاء الله. إن شاء الله. رمضان كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا. تقدر تكون لي تقدر اليوم. حبوا بعضكم سامحوا زوروا اتواصلوا مع الله والله ما تعيوا. حافظوا على الجزائر. السلام عليكم. سلام صحة فطوركم بقى على خير. العم يزيد يرحب بكم. وألف تحية يهديها لكم. وألف تحية.